ما هو غاز النيون؟ يعرف غاز النيون بأنه غاز نبيل، ويقع عنصر النيون في المجموعة الثامنة عشرة، وهي مجموعة الغازات النبيلة من الجدول الدوري للعناصر. لذا فهو غاز خامل كيميائيا وعديم اللون والرائحة والطعم، كما أنه أخف وزنا من الهواء. وقد تم اكتشاف النيون للمرة الأولى سنة 1898 من قبل العالمين الكيميائيين البريطانيين ويليام رامسي وموريس ترافيرس، وقد تم التعرف عليه مباشرة نتيجة لانبعاث وهج فريد من نوعه نتيجة لتحفيزه كهربائيا. ويعتبر الغلاف الجوي هو المصدر الرئيسي والوحيد لعنصر النيون. ومن الجدير بالذكر أنه لغاية الآن لم تتم ملاحظة أي مركبات مستقرة لغاز النيون، إذ إن جزيئات العنصر تتألف من ذرات منفردة. يمتلك عنصر النيون عدد من الخصائص الكيميائية، أهمها العدد الذري، حيث يعرف العدد الذري لغاز النيون وهو عدد البروتونات في نواة العنصر 10. الرمز الكيميائي لغاز النيون في الجدول الدوري للعناصر هو Na. الوزن الذري لغاز النيون الذي يعني متوسط كتلة الذرة هو 20.1797. كثافة غاز النيون هي 0.3899 غرام في السنتيمتر مكعب. الحالة الفيزيائية لغاز النيون في درجة حرارة الغرفة هي الحالة الغازية. درجة الغليان لغاز النيون هي -246 درجة. درجة الانصهار لغاز النيون -248 درجة مئوية. عدد نظائر غاز النيون، والذي يعني ذرات تنتمي لنفس العناصر مع اختلاف في عدد النيترونات، هو 19 نظيرا. تمتلك كل ذرة نيون 10 بروتونات، وللنيون 3 نظائر مستقرة. الأول هو النيون 20 ويمتلك 10 نيترونات، الثاني نيون 21 ويمتلك 21 نيترونا، الثالث هو النيون 22 ويمتلك 12 نيترونا. ولا تمتلك ذرات النيون شحنة كهربائية، لأنها عنصر مستقل تحتوي على 10 إلكترونات، اثنان منها في المدار الداخلي وهما إلكتروني التكافؤ، وثمانية في المدار الخارجي. ويعتبر غاز النيون ثاني أخف الغازات النبيلة من بعد غاز الهيليوم. جاءت تسمية غاز النيون من الكلمة اليونانية نيوس، والتي تعني جديد، وذلك نتيجة لاكتشافها في عينة من هواء السائل. وكانت الغازات التي نتجت هي النيتروجين والأكسجين والأرجون والكريبتون، ولدى اختفاء الكريبتون بقي ذلك العنصر الجديد المتأين الذي ينطلق منه شعاع أحمر ساطع عند التأين، لذلك سمي نيون. يعتبر النيون من الغازات النادرة في القشرة الأرضية، إذ يشكل ما نسبته 0.018% من الكتلة. وعلى الرغم من ذلك، إلا أنه يعد خامس أكثر العناصر وفرة في الكون، نتيجة لعملية إنتاجه أثناء عملية ألفا في النجوم. والطريقة الوحيدة للحصول على غاز النيتروجين هو استخلاصه من الغاز المسال، لذلك تعد عمليات الحصول على غاز النيون عملية مكلفة. للنيون استخدامات أخرى غير الإضاءة، فهو يستخدم أيضا في ليزر الهيليوم والنيون، وأنابيب التفريغ، وأجهزة مانعة السواعق، ومؤشرات الجهد العالي، كما يستخدم في التبريد للمبردات وهو في الحالة السائلة. فهو يعد أكثر فعالية في التبريد 40 مرة من الهيليوم السائل، و3 مرات من الهيدروجين السائل. ونظرا لقدرته العالية على التبريد، فهو يستخدم في تجميد الجثث للحفاظ عليها. واحدة من الحقائق المثيرة عن غاز النيون هي قدرة الضوء المنبعث من غاز النيون المتأين على اختراق الضباب المائي. لذا فهو يستخدم للإنارة في المناطق الباردة مثل المطارات والطائرات.